تمكنت شركه الخليج لصناعه البتروكيمياويات من تحقيق العديد من الانجازات المهمه خلال الربع الثالث من العام الجاري من ابرزها تحقيق اعلى معدل في الانتاجيه وأشار الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس الشركه ببلوغ اعلى معدل انتاج شهري للشركه حيث بلغ 136,592 طنا متريا وذلك خلال شهر اغسطس الماضي مضيفا ان الشركه تمكنت من انتاج ما مقداره 175,133 طنا خلال الربع الثالث من هذا العام وبزياده قدرها 2.1% عما تم انتاجه العام الماضي أما بالنسبة للصادرات فقد استطاعت جيبك تصدير 759 ألف طن مترى